وهجاج مركنا رئيس الوزراء حكومة فيدرال الصومالية حسن علي قيرا يا مقالة واشنطن يودن كمريكان ككلن كلقاتي مسؤولك أبو سرية هي أدى USAID يغونا كوضها هذا ريما بدن كلن كلا بدن مسؤول أي وحا انتي وسعيل وصو هذا القاضي بلارن تأي دردر قلنتا دادالة لغوهر مرن يو وحبر الشضاء عافماتك النفاقين تا إيو سيدو كلي شقا أبور كلالين يرادا هذا مسؤول كامي ده وفدقة رئيس الوزراء حكومة الصومالية السعودية كور بحيي كلن كلا بدن مسؤول أي وضيشين مهم سنة ما أنت شرر كان لي يعني عدم USAID دق به أنت مريكان كمسؤول كا وها كره هذا من عريم عدم هو مهم سنة أمير الله كلن كاسجها وها كسر بهاي وها لا تعبان كره ما أنا وسامينا بشدة سوماليات صدقتها وهو رئيس وراء ورمود كي هاي إن أمني وها لا يقبتها سياسة اللون يعني لقى شقية لكوبية نقالية وهذا دين أفس كمال هذا ونكسر نوم رأي وحصولا وحيو أذيك يانا وحكا قوانا يانا الرماها بالشدة وإن أفمات كيو حلقة قبتة وحبر الشدي دلن يرد الشقة أبور الله سمعي مركا هي أدى إذا مدون كمعان كولا USAID وحان كولا بلاني إنا دردر قليسي كورو قادة هولي هي أي ودنك سومالي كودي سان نسو عنا ودنك سومالي بغل كيو تدباتن وأنا أرى أن 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 أرى وحيبالنا قادين إن أي هولا هاد سومالي كودان أي لب جباران ويكرو قادان دردر قليان أي في سيادة أي كلهين ودما دارسك أي سورة قلن قوتين وصوران ودنك قديهيس أي بلاريان هولا هاي ودنك كهايان أي نفذيان وحا أي هاد هايان كرو قادان أي بلان قادين طبعا qorshooyin qaran baa wadanka jira tubiqa ayaa jira arimaha bulshada laga fariini xiriir hoose ayaan la leenahay hay'adda USAID ee Soomaaliya ka falgasha marka howl wadeenadii xafiiska wasaaraha ka shaqeynaya wasaaradaha ka shaqeynaya dawladda Soomaaliya u helana ayaa la falgalaya kana dabagal ku sameynaya balanqaadyadu iyo xiriirka wanaagsan ee halkan laga sameeyay in loo raadiyo inuu miro dhalo hay'adii diga ahaa ee howlaha fulinaynaa shaqada iyo wadaan tabaan waxa la soo qaaday in xaalad wadanka ku sugan yahay sida la dagaalanka argagixisada deyn afiski meeshii uu maray golaha laga gaaray horumarinta dhaqaalaha day waxaan filayna sanadka dib u qaadista December in deymihii Soomaaliya lagu lahaa laafiya waxa loo garanayaa SNP hay'adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka ay nagala shaqeynayaan guulihii laga gaaray laga wada hadlay waxaa laga wada hadlay horumarka xagga mataqaana accountability iyo hufnaanta